غير الزمالك في المقاولين. كتر خيرك. اثنين، ما يبقاش بقى منك لله مرتضى، نمره اثنين. ده انا راجل، انا بص انا راجل مسالم، يعني في حد كده كان شغال مذيع واتنطط، خدت حكم رائعته، وبعدين قالوا لي خلاص خلاص يشتغل، تمام؟ انا راجل مسامح، بقول اهو تاني انا ما عنديش مشكله لا مع ممدوح، انا رايي الشخص دي قضيه بينه وبينه. مين اللي كان الوسيط ما بينكم يا استاذ مستشار؟ ولا حد يا بيه. يعني امال اتفقتوا ازاي؟ حصل اتفاق ازاي؟ يوم الناس المبادره انا بعد المقاوليه كلمت المستشار جلال قبل المقاوليه. قلت له يا استاذ المستشار، وطبعا نزلت من اللي حصل في المقاوليه. بقول لك لولا جمهور الزمالك العظيم كانت هتبقى اسوء مقاوليه في التاريخ، بس تمام. انا مش عايز احمل الراجل فوق طاقته لان هي امكانياته. نعم. طب اتفقت ازاي بقى مع الاستاذ ممدوح على القعده دي؟ اللي حصل بالظبط ان انا بعد كنت قبل المقاوليه ب 48 ساعه قلت للمستشار جلال وقلت 20، الكلام واضح. يا جماعه اعملوا انتخابات، يا جماعه البلد متجهه كلها اللي فيه ديمقراطيه، يا جماعه ما فيش حاجه اسمها معينين، ده خلاص ده حتى عميد الكليه ورئيس الجامعه بالانتخاب. اعملوا انتخابات. يقول لك لا طب افرض ممدوح بس رجع والمحكمه، انت مالك؟ الحكم اولا معايا حكم بيقول تعمل انتخابات. طب ما اتعملتش يا مرتضى بيه، خلينا في اللي بعده. تم ازاي ما بينك ما دي حضرتك قلتها خلاص احنا عرفناه، الجزء بقى بتاع ممدوح عباس وقرار حسن صقر كده ان يتعمل انتخابات. كويس، ما اتعملتش. اللي حصل بتاع الاخ عمرو جنايني، ايوه، بنتكلم عن ظروف نادي الزمالك واللي بتقوله بقى الفلوس ومفيش فلوس والكلام ده كله. والراجل مستشار مش هيكتب شيك على نفسه، لو انت ضربته بالله هيكتب شيك ليه؟ الراجل عارف شيك من غير رصيد؟ لا مش هكتب خلاص. فاللي حصل بالظبط ان انا اللي عرضت، قلت له يا عمرو انا بفكر، وانا قلت للمستشار جلال على فكره، قلت له لو ما اتعملتش انتخابات هتنقسم في الحكم، لان احنا الدوله كلها متجهه الى الانتخاب والديمقراطيه، واحنا مش جايبين يعني مجلس ممدوح بس قعد سنه، والمجلس معين يعني هيقعد ثلاث سنين، هتحبها ضد العقل خلاص. فالاخ عمرو الجنايني مشكورا راح نقل الكلام ده للاخ ممدوح عباس. قلت له عشان تبقى خطواتنا خطوات محترمه لنادي الزمالك. طيب نمره واحد نتفق على ايوه الخطوط العريضه. نمره اثنين يتم دعوه جميع رموز النادي. نادي فيه رموز كثيره، في مرسي عطا الله، في كمال درويش، في محمود معروف، في كامل بيطار، امير الرفاعي، ابيل، حمد امام، احمد مصطفى، برجيله، احمد رفعت، في ناس كثير في النادي، كابتن زكي عثمان، يعني ربنا يديهم كلهم الصحه. ونقعد افرض بقى قالوا ايه؟ لا يا استاذ مرتضى ما تتنازلش. الله، لا ده يبقى اتفاق. بس كلامي، لا انا كاتب ورقه للتنازل، اسمع بس، انا كاتب ورقه. لا ما احنا دلوقتي ما لا والنبي ربنا يخليك، اللي انت قلته دلوقتي دعوه رموز، انت قلت تكراما في المئويه، انت قلت في المئويه بتعملها هديه، فكمل جميلك ولا تعمل دعوه، ولا انت بتقدم تنازل؟ مش انت قلت جميله حبا في جمهور نادي الزمالك والنادي الزمالك؟ انا كاتب ورقه خلاص، انا كاتب ورقه بالتنازل. يبقى طب خلاص اللي انت قلته ده يبقى مش يبقى لا رموز ولا خالص يعني. خليها كده تنازل، تبقى حلوه قوي شيك قوي. ممدوح عباس اتصرفوا مع بعض خلاص. ماشي، انا احنا مش موافقين على دي، احنا مش موافقين على دي. على ايه؟ على الاجتماع؟ لا مش موافقين على موضوع ان نجيب رموز ونقعد والكلام. اصل ممكن يحصل فيها كلام النبي يتم وبعدين تقعدوا تشربوا فنجان شاي. المسار ممكن فعلا واحد يطلع بكلمه، واحد يطلع يعني الله يخليك، انت عملت مبادره جميله، سيبها بقى كده كملها. انا 48 ساعه اللي فاتوا دول ما اعلن وتسرب الخبر عليا ضغوط فوق طاقه البشر. تمام. انا الراجل ما برجعش في كلامي. طب حلو ده. مرتضى منصور لجماهير الزمالك في المقاويه التنازل عن الحكم الصادر لصالح التزويل الانتخابي. نقطة دون دعوة الرموز. خلاص نقطة في النقطة. حلوة كده، جميل جدا، كتر ألف خيرك. وهسلم الورقة بتاعت، بس أنا في موضوع تاني هتكلم فيه بعد إذنك عشان ما تتكلمش. طيب بس أنا قدامي خمس دقايق. بص يا بيه، أنا بس بسرعة كده بقى. هنقعد يوم السبت وغالبا يوم الأحد إن شاء الله. أيوه. نخلص هذا الموضوع. كويس. أنا بقى عايز أتكلم عن طيب بس ثانية واحدة بقى بعد إذن حضرتك عشان نبقى إحنا على الهواء كده. حضرتك علينا هي فعلا. حضرتك يوم السبت او الحد هتتنازل عن القضيه هديه منك لجمهور الزمالك دون قيد او شرط، اوكي؟ بالظبط كده. بس خلاص كده، احلى دي، احلى خبر طلعنا بيه للمقاويه دون قيد او شرط. حلوه قوي دي، يعني من غير، انا اللي بقول لك هو انا خلاص كاتب ورقه. تمام خلاص 10 لوحدي انا والمجموعه الاعضاء كمان اللي رافعين القضيه معايا. اوكي حلو تمام. خلاص انت، خلاص انت هتخلصها بطريقتك. ادي واحد خلاص. اوكي يلا خلصنا. انا بس عايز اتكلم بقى على اتحاد الكوره وقطر بقى. يلا. انا متزعلان عشان اتزعوا اللي اتزعش. انا بس ليا سؤال. لما تكون مصر يا جماعه بتمر بظروف صعبه،
سياحه مضروبه، بيقول لك ما فيش امن في مصر من بعد القنوات الفضائيه. نعم. اللي مصوره مصر انها انهارت. لما يكون عندي الفريق الاسباني اللي جه لعب الزمالك قدام 70,000 من الجمهور المحترم وما حصلتش مشكله واحده، انا اروح العب في قطر ليه؟ حضرتك بتقول لي القناه، اولا القناه دي قطر اللي عاملاها عشان تبقى عارف، في الاخر قطر اللي عاملاها. وصاحب القناه اللي قطر اختارته وعملت له قناه وعملت له ماتش عشان الناس تاخد بالها، نزل ضرب مندوب من مندوبين احدى القنوات، اعتقد يعني اتذكر عندكم يا فدرين، نزل ضربه بالقلم على وشه. مصري حفيد الزعيم نزل ضرب مصري في قطر عشان الراجل تجرأ وكان معاه ايه كاميرا بيصور جزء. تمام. هو السؤال، هو حضرتك دلوقتي يا استاذ سمير يا زاهد، استاد القاهره بقى مغلق ومصر بقت خربانه خلاص، البرازيل المفروض تجيبها هنا استاد القاهره عشان العالم كله يقول ان بعد الفريق الاسباني وبعد جه منتخب البرازيل ولعب ومفيش مشاكل في مصر عشان انا عندي المستثمرين هربوا، صيح هربوا بجانب مين؟ والدعوات اللي قعدوا، مش عارف حضرتك شفتهم ولا لا في مدحت؟ نعم. حضرتك شفته طبعا. يعني انا عايز اعرف، مع احترامي الكابتن حسن شحاته محمود الخطيب وليد صلاح واحمد سليمان والاخ هيثم فاروق، موزه مالها؟ واصل الست موزه، ويا سلام على قطر وموزه. يا جماعه عيب بقى، دي بلدكم، قبضتكم كام عشان تبيعوا مصر؟ انا ما يهمنيش بقى بعد اذنك مين خد القاهره ركبت كام؟ انا عندي استاد القاهره، مصر اتباعت بكام؟ مصر محتاجه ان الناس تعرف امن وامان. انما احنا كلنا دلوقتي يا استاذ مدحت، واحد امه احنا السبب، قعدنا نضرب فيها ودخلناها غرفه الانعاش وعمالين نعيط وكلنا دايسين على الخراطيم بتاع الاكسجين، بقيتنا هتموت. ها؟ سمير زاهر كان اشرف فيه هو والناس اللي سافروا، ماليش دعوه خد السواق ولا الطياره الخاصه، اسالوه مين صاحب الطياره الخاصه؟ لو عنده الشجاعه يقول. ها؟ واللي بعتها له مين؟ انا اعتقد كان المفروض يعني والبلد محتاجه ان العالم كله يتفرج على الامن والامان في مصر، فريق البرازيل جاي يلعب، فريق قومي، فريق قومي المصري مش القطري. ها؟ يجوا هنا مصر، مش واخدهم قطر عشان اللي ياخد له شويه دولارات ولا ياخد له ولا يعمل بيزنس هناك مع واحد امير ولا واحد شيخ، عيب. دي مصر، واللي مش عارف قيمتها، وهذه سقطة يا سمير زاهر، انت والاتحاد بتاعك لن تختطف، لن تختطف. انا بقول لك، شوف انا مدحت وقفت مع سمير قد ايه في مواقف في منتهى الصعوبه، اتحديت ناس كتير، لكن بقول له انا ندمان اني وقفت معاك، لان مصر بتتباع وولادها اللي بيبيعوها، قطر اللي بقى مع احترامي الشعب قطر طبعا، بقى قطر هي اللي اختارت الامين العام لجامعة الدول العربيه، وهي دلوقتي اللي بتختار مش عارف مين، وهي اللي بتاخد فريقنا متكتف يروح يلعب هناك مع البرازيل. فين مصر؟ انا حزين اللي حصل، ولما شفت الاخ عزم جاد دلوقتي بيقول لك مش عارف مين اللي يعني ايه وياخده، ولا جبت الحيوانات، واحد ياخد امه ولا ياخد اخته ولا ياخد الشغاله ولا ياخد البتاع، ايه احترموا البلد. مصر دي يا جماعه لازم ترجع تاني، وهترجع لينا احنا النهارده لما يبقى عندي فريق البرازيل ولا فريق المانيا ولا فريق اسبانيا يجي يلعب هنا، والناس تتفرج على حضاره وتتفرج ان في امن وامان، ترجع السياحه ويرجع الاستثمار وترجع عجله الانتاج. انما انت شايف ان شاء الله للاسف الشديد كلنا دايسين على الخراطيم الاكسجين لغايه ما تموت، ونقول لك كلنا بنحب مصر. لا، ما فيش حد بيحب مصر، اللي بيحب مصر يحافظ على مصر. استاد القاهره يبقى هنا في الاستاد، مش عشان موزه ادت لكم شويه دينارات ورماتكم تحت جزمتها، كله لحس الجزمه عشان يبيع البلد، عيب. هي دي القضيه. انا ما يهمنيش بقى مين زاعه ومين ما زاعش، مين ركب الطياره ومين ما ركبش، انا بيهمني اللي شايف دلوقتي بلدي، ها، مركز الرئيسي في الشرق الاوسط، ام الامه العربيه، ها، دلوقتي بنقل القطر قد حي شبرا. انا حزين يا استاذ محمود يا استاذ مدحت، ربنا يستر على البلد. ربنا يخليك، اتمنى لك كل التوفيق، ونحن في انتظار تنازلك باذن الله الكريم لمأوية الزمالك. شكرا جزيلا.